يمكن خلال السنين الأخيرة قدرت الستات المصريات إن هي تبهر العالم والمجتمع، لا العالم كله فعلا، بإن هي تدخل في مجالات صعبة جدا، وكمان قدروا إن هم يكونوا رائدات في مجالهم. كمان من بين المبادرات الاجتماعية اللي دايما بنشوفها عشان تحسن من وعي المجتمع صفاء عصران، وهي صاحبة مبادرة درع التسامح لصعيد بلا ثأر، وهي البنت الوحيدة اللي في مصر اللي بتنادي بفكرة القضاء على عادة الثأر اللي موجودة بالصعيد بشكل كبير جدا، برغم الجهود المجتمعية اللي بتبذل، إلا إن هي البنت الوحيدة اللي بتقف وسط الرجالة بتخطب وبتنادي في القرى والنجوع وبتحل المشاكل والقضايا بكل حكمة وعقل ورزانة. عشان كده هي معانا في الاستوديو ومنوراني النهاردة عشان نتكلم أكتر عن مبادرتها وعن أعمالها المجتمعية. واضح إن هي بتعمل أعمال مجتمعية كتيرة جدا تشارك فيها لعمل الخير. منوراني يا صفاء، أهلا بيك بحضرتك الإعلامية الجميلة الأستاذة نوران عطا الله. ربنا يخليك. أنا بشكر طبعا حضرتك، ربنا يخليك. بشكر كل السادة المشاهدين، وبالمناسبة دي أنا بعزي أهلي في الصعيد علشان الحادث الأليم، حادث القطار الأليم، فأنا بعزي كل أهالي الصعيد، كلنا بنعزيهم، وبعزي المصريين وبعزي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ربنا يصبر أهليهم يا رب ويلهمهم الصبر والسلوان. خلينا نتكلم عن مبادرة درع التسامح لصعيد بلا ثأر. يمكن الفترة اللي فاتت كانت فيه جهود، مش هقدر ننكر ان احنا كانت فيه جهود، لانه يعني نحاول نقلل عادة الثأر اللي موجودة في الصعيد، لكن لما كون سيدة تتبنى المبادرة دي بكل شجاعة وكل جرأة وسط رجال الصعيد، ومعروف انه في افكار معينة لسه يعني ما تخلصناش منها في مجتمعاتنا الصعيدية او يعني المجتمعات الشرقية، الا ان انت عملتي مبادرة درع التسامح لصعيد بلا ثأر. الفكرة أصلاً جات لك منين وإمتى بدأتي تفكري في المبادرة دي؟ طبعاً فكرة المبادرة جاتني من سنوات طويلة جداً، لأن الطار طبعاً زي ما بيقولوا كده أكل الأخضر واليابس في الصعيد. الطار دمر كل شيء في الصعيد، سبب تعطيل التنمية في الصعيد هو الصقر. طبعا دي المشكلة الأولى والمشكلة الأساسية اللي بيعاني منها الصعيد، فكرة الموروثات الخاطئة، فكرة الصقر. الصقر إن أنا بقتل بني آدم ما أصلا ملهوش ذنب، ما شافش أصلا المشكلة. أنا قتلت، ليه أنا أخد، ليه أنت تاخد الذنب من أختي، ليه تاخد الذنب من أخويا، ليه ما أخدش الذنب من صاحب الذنب اللي هو في الأساس بيكون يعني داخل السجون المصرية وبياخد ذنبه بالقانون. فطبعا من هنا جت لي فكرة المبادرة، إن أنا أطلق مبادرة درع التسامح تحت شعار صعيد بلا ثأر. طبعا كانت البدايات كن صفاء عصران طبعا خريجة أدب إعلام، فروحت إن أنا أعمل تغطية إعلامية لصلح ثأر كان في ديشنا من تقريبا 2013. فإزاي أنت بنت وما ينفعش بنت تحضر صلح، وخصوصا في يعني بعض القرى والأماكن بتكون متشددة جدا جدا جدا، لأن الصعيد عندنا عادات وتقاليد يعني وموروثات ثابتة ما بينفعش إن هي تتغير أصلا يعني. فصممت إن أنا لازم أحضر الخصومة دي وأتكلم وأشوف إيه هي أسباب الصقر والطار ده بيجي من فين وإيه الحلول. يعني أنا عاوزة أحل من خلال كنت الإعلام في البدايات. فأخدت الصلح ده طبعا يعني زي ما بيقولوا كده الطريق اللي أنا بمشي عليه، فضلت حتى الآن مفيش صلح طار ما بحضرهوش، اللي هو صفاء عصران شكلها أصبح يعني مألوف ومعروف لأهالي الصعيد، اللي هي بتتكلم عن التسامح وعن المحبة ما بين الأهالي ونبذ العنف ونبذ الخلافات. بعدين الأمر يعني بدأ يتطور، اللي هو يعني لجيت رجلي زي ما بيقولوا كده في الموضوع، لأن الموضوع ما هوش سهل أبدا، مش على الستات أو على بنت كون صفاء عصران بنت، لا ده صعب على الرجال. الموضوع صعب وصعب جدا، لأن انت بتتكلمي عن شيء موروث صعب انه اي بني ادم يعني احنا نتخلص منه في يوم وليله يعني، اكيد او يتكلم فيه ان انت تروحي الوليد دم تتكلمي في صلح. الموضوع ما هوش
صعب ابدا. ممكن رجل المصالحات يتعرض للإهانة، للطرد، ممكن يتعرض لعقبات يعني كتير جدا، ممكن يتعرض لضرب نار في قرية من القرى. الموضوع ما هوش يعني سهل ابدا. فدي كانت البدايات، وكنت بنهي في قصص الصقر والخصومات اللي هي قبل ما بتوصل للدم، والخصومات اللي هي وصلت للدم، وما اقتصرتش كمان على محافظة قنا، لاني اعتبرت نفسي مش بنت كمان محافظات الصعيد فقط، لا ده بنت كل محافظات مصر، لاني في اماكن خارج الصعيد من خلال مبادرتي يعني اكتشفت ان فيها يعني صقر، زي بني سويف، زي الغربيه، المنوفيه. على فكره في خصومات صقر لكن مش بنفس التشدد اللي موجوده في الصعيد، اللي موجود طبعا في الصعيد. بعدين أتت لي فكرة غير الجلسات العرفية، يعني كوني كبنت وبجلس مع كبار العائلات، لا ده الموضوع يعني تطور لدرع التسامح. خرجت بفكرة، الفكرة دي فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية. كان الأول أستاذة نوران الكفن، اللي هو طبعا الشيء الموروث اللي ابتكره اجدادنا، اللي كان من المستحيل وكان من الصعب جدا انه حد يغير، او مش يغير يعني يضيف للكفن شيء. فانا خرجت بفكره درع التسامح، درع، واطلقت عليه درع التسامح. الدرع ده عمل مردود كبير جدا مع اولياء الدم، ولي الدم اللي هو بيستلم كفنه، اللي هو غلق باب دم، اللي هو تعامل بالقانون واصطلح في العرف، تسامح في العرف، لكن القاتل في الحبس، موجود في الحبس. فاحنا بكرمه بدرع، واطلقت عليه درع التسامح تحت شعار صعيد بلا صقر. بعد طبعا نجاح الفكره وقبولها مع الاهالي ومع اولياء الدم ومع رجال المصالحات، الناس طبعا اللي بتبذل يعني مجهود كبير جدا، الفكره تبنتها الدوله. في البداية تبناها معالي الأب الروحي لشباب الصعيد، معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي. بعدها مباشرة تولى الدرع والمبادرة كاسمه كحافز معنوي للأهالي، لأهالي الصعيد، طبعا مولانا مفتي الديار المصرية الأسبق الأستاذ الدكتور علي جمعة. بعدها كان في توجيه من مجلس الوزراء بالاهتمام بدرع التسامح اللي عمل طفرة غير عادية في الصعيد. بعدها في الكرم المبادرة، ومعالي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وأصدر معاليه كتاب دوري لكل محافظين مصر إن المبادرة يعني ليها يكون اهتمام كبير، ليها مقعد أساسي في كل صلح طار، وليها كلمة أساسية في كل يعني صلح طار. يعني موضوع بقى رسمي أكتر وأكتر. وبعدها طبعا مؤسسة مصر الخير، المؤسسة العظيمة اللي دعمت المبادرة يعني دعم كبير. فأنا من قناتكم المحترمة بشكر كل الجهات الدعمة، وفي البداية خالص يعني دعم الأمن وحب الأمن ومساندة الأمن، طبعا هي كانت يعني الداعم الرئيسي لصفاء عصران وللمبادرة، ان المبادرة اصلا تنجح وتكون، ان الدرع ده في البداية ما كانش فيه حد متقبله غير الامن واولياء الدم، لان الامن دول بهمهم التسامح والامن والامان. فكان فكرة المبادرة او ان انا اضيف للعرف، يعني في بعض وقلة قليلة من المسؤولين ما يتعدوش 1%، هو ايه يعني ناس بتصرخ وانت بتديها درع؟ ده بالعكس، الدرع طفى نار الفتنة، الدرع احتضن اولياء الدم، الدرع كل اولياء الدم بلا استثناء في الصعيد رحبوا بالفكرة، لان الصعيدي بيرفض الدية، الصعيدي بيدور على الشيء المعنوي. تخيل ان انت بتستلم كفن ومجموعة من الوزراء بيكرموك، بيرفعوا راسك وسط أهلك ووسط ناسك ووسط كل القنوات التلفزيونية، لأن أنت قبلت العفو وأنت غلقت باب دم. فدرع التسامح عمل طفرة غير عادية بدعم الدولة وخصوصا دعم الأمن. فأنا من قناتكم المحترمة بقدم كل الشكر والتقدير والحب والاحترام لمعالي واللواء الملك محمود تضاق ورجاله. وأنا في بعض المواقف من رجاله
يعني اكيد في هنتكلم نتكلم طبعا. عنها كل طبعا. الشكر والتقدير لكل مؤسسات الدوله اللي بتدعم فكره القضاء على عاده اثار اللي موجوده في الصعيد. لكن خليني اسالك سؤال، يعني زي ما يمكن مؤسسات الدوله والوزارات زي ما انت قلتي كده بيدعموكي بشكل كبير جدا عشان يوعوا الناس في الصعيد انه يعني خلاص الصقر ده ما بيجيبش غير دم وفقدان للشباب في احلى سنين عمرهم، أكيد مدى استجابة أهالي الصعيد للمبادرة دي؟ مش أهالي أو مش أولياء الدم بس ولا الوزارات بس، أنا عايز أعرف الناس التانية اللي بتبقى هي مقررة إن هي تاخد الطار، مدى استجابتهم من وقت ما بدأت المبادرة لحد دلوقتي بقت عاملة إزاي؟ هل اختلفت؟ هل الموضوع قل شوية عن الأول ولا مازال برضو الوتيرة يعني زايدة شوية؟ هو طبعا كان في البداية قبل درع التسامح كان في تعصب شديد لقبول الكفن وقبول التسامح، لأني في يعني قلة قليلة في المجتمع اللي هم أهل الفتنة وأهل الشر وتجار السلاح. يعني أستاذة نوران أكتر ناس فيما معيد ففضلوا يشوهوا في صورة الكفن، أنت رايح تستلم كفن في دم ابنك؟ طب ما هو ده عشان راجل، الراجل هو اللي يقبل العفو، طب عفو الراجل هو لما انسان تاني بيدخل له بكفنه وبيقول له انت قادر ومقتدر ان انت تضربني وانا وانت بتعفي عني وسط الالاف من الناس، ما هو يعني سهل جدا ان اي انسان يا استاذه نوران يمسك بندقيه ويضرب بيها، طب وبعدين ما بتبقى خراب بيوت. انا النهارده لو مسكت واحده ست بندقية هتضرب بيها، طفل 10 سنين مسكته بندقية هيضرب بيها، طب وبعدين؟ أنا من الجزئية دي عاوز أوضح إنه مفيش شخص عافي على التاني، كلنا ممكن نكون يعني متساويين في الشيء اللي ما يرضيش ربنا. فاللي بيقبل العفو وبيقبل التسامح ده أنا بقول له يعني أنت من أعظم بالفعل من أعظم الرجال في الصعيد وأقواهم كمان، أقواهم أنت رجال. أنت بتاخد حقك بالقانون والشخص اللي بيدخل لك بكفنه ده مش هو القاتل، لأن القاتل بيكون في الحبس إعدام 25 سنة بياخد جزاته، ده اللي بيدخل بكفنه ده ابن عم القاتل اللي هو ما ضربش، فبيقول له أنا بفدي نفسي وبفدي شباب العيلة كلها. فياريت يعني دايما لما بناخد الذنب ما ناخدش الذنب من شخص ما شافش المشكلة. يعني طيب برضو فكرة انه ست او فتاة زي كده برضو يعني صغيرة في السن وشابة جميلة تقعد وسط المجالس العرفية واهل الصعيد والرجالة ويقولوا لا مفيش ستات تقعد ومفيش بنات تقعد واحنا كلامنا او كلام ستات ما يمشيش علينا، انت عارفة الكلام اللي احنا دايما بنسمعه ده في الافلام والمسلسلات بس انا تبع الرجالة انت بيت راجل، رد فعلهم بيبقى عامل ازاي؟ اكيد الموضوع بدأوا يتقبلوه دلوقتي لان المبادرة سمعت وبقى فيه يعني تقدير كبير جدا ليها حتى من اهالي الصعيد زي ما انت بتقولي، لكن في البداية كانت استقبال الناس ليكي كان عامل ازاي وانت بتقعدي في المجالس العرفية تتكلمي بحكمة وتوعزي او يعني تعقلي الدنيا وتهدي النفوس شوية من بعضها؟ انا زي ما قلت لحضرتك اللي هو الشكل خلاص اصبح من كتر حضوري للجلسات مع في الأمد الاول عايز مع اعرف من الاول المشايخ كان في تقبل، وخصوصا لما انت بتطلبي من الاهالي غير لما انت بتروحي ليهم، لما الاهالي هي اللي بتطلب صفاء عصران ان هي تكون معاهم وتأزرهم وتحل معاهم في مشكلة، وخصوصا اللي قدامك لما بحس ولي الدم ان انت فاهمة ان انت عارفه نفسك بتتكلمي في ايه، عارفه ايه يعني عادات وتقاليد واصول. يعني انا كنت قريب قاعده مع احد الاشخاص كده فبيقول لي انا قعدت مع ناس كتير جدا، والله الكلام ده ما عداش يمكن عليه شهر، لكن اكتر حد انا اقتنعت عليه هي صفاء عصران، لاني شفت فيكي الخير، شايفك بتتكلمي في الصح، فاهمة اللي هو يعني فاهمة الموضوع، لأن الموضوع ممكن يكون شخص المجتمع أو رجال مصالحات يكون شايفه من يعني منظور المجتمع شايفه منظور تاني خالص، ممكن يكون الشخص ده اللي هو اللي عليه الحق هو يكون صاحب الحق والعكس. طب أنت بتدرسي مثلا حالة الطار اللي ما بين عيلتين، هل بتدرسي تفاصيلها وايه سبب الخناقه من الاول وكانت البدايه منين ومين اللي تم الثأر منه ومين اللي اتحبس ومين اللي عليه الدور ان هو يقوم بالطار ده،
ولا بتتكلمي كلام عام بالتسامح وانه احنا لازم نسامح بعض وعشان يعني خلاص لو اتكلمت كلام عام هتسبب في سلسال للدم. حلو قوي. واللي بيتكلم في العام اللي هم داخلين كحقل للتجارب كسياسيين، اما صفاء عصران بعيده كل البعد عن السياسه والسياسيين، فلو انا هدخل اتكلم في العام ما انا مش عارفه القضيه اللي قدامي ايه ظروفها، يبقى انت تبقي دارسه القضيه ببقى دارسه كل التفاصيل اللي يعني عارفه الدقيقه جدا، ممكن كلمه العيلتين شايفينها انها تافهه جدا لا انا بفضل لساعات طويله باخد الكلام من شخص واثنين وثلاثه، والمرجع دايما لازم بيكون رجال الامن. فلو شخص بياخد الموضوع كده اللي هو بيتكلم في العام ما انا مش عارف الشخص اللي انا بتكلم معاه ده، ما ممكن يكون اكتر شخص مجروح من التار، وانت بتقول كلمه ما ينفعش ان هي تتقال للشخص ده، فانا لازم ببقى دارسه الموضوع يعني دقيق جدا. يعني بصي المعلومات اللي هو ممكن اي شخص يشوفها ان هي تافهه، لا ده هي بتفيد يعني رجال المصالحات. طيب تقدري تقولي لنا كده مثلا كام قعده صلح قعدتيها وكانت النتيجه كويسه قوي، وهل في قعدات صلح يعني بقت بالفشل او ما كانتش يعني في استجابه كبيره من الناس وكانوا مصممين على الطار ولا لا؟ بصي هو يعني ده في الاول وفي الاخر يكون توفيق من عند ربنا، مش لصفاء عصران بس، ده لكل رجال المصالحات. ممكن احنا من 100 جلسة صلح واحد ينتهي مثلا كل 3 4 5 6 شهور 7 شهور، لان الموضوع ما هوش سهل ابدا، الموضوع يعني اصعب مما يعني اي حد في المشاهدين يتخيل. الطار ده بيتسبب في غلق مجموعه من القرى، ممكن اي حد غريب معدي من قريه تانيه من مركز تاني بيتضرب بسبب الطار. الطار ده لو يعني في بلاد عندنا من اكبر البلاد التجاريه اتقفلت بسبب الطار طبعا، يعني الطار بيخلي الحياه شبه منعدمة تماما، مش للعيلتين ولا فردين، للبلد نفسها، ده البلد نفسها. ده مجموعة قرى، كل القرى المجاورة للمركز كله، ده بيوتر طبعا الوضع. فلما بينتهي او بيتغلق باب دم ده بيفيد طبعا يعني معظم الاعداد اللي قعدتيها كانت يعني نجحت او نجحتي ان هي توصل للتسامح وللصلح كتير جدا. ده بتوفيق من عند ربنا الحمد لله. وعلى فكره مش معنى ان الشخص ما قبلش الجلسه في اول مره ولا تاني مره ولا تالت مره خلاص كده الموضوع يستسلم، لا. احنا على فكره عشان يتم الصلح ممكن نوصل ل 10 20 30 جلسة على مراحل مختلفة. هل في سيدات يعني مثلا أم الشخص اللي توفى بتبقى قاعدة في أعداد الصلح ولا بيبقى الموضوع مقتصر على الرجال فقط؟ لأنه كان من الموروثات حتى بتاعتنا وبنشوفها في الدراما المصرية دايما إنه الأم هي اللي بتبقى مصممة على إن هي تاخد طار ابنها أو طار جوزها. هل بيبقى في سيدات بتحضر قعدات الصلح دي من الصعيد ولا بتبقى القعدات مقتصره على الرجال؟ ومدى استجابتهم ايه؟ القعدات مقتصره كلها على الرجال، لكن الست هي زي ما بيقولوا كده والمحرك الاساسي للصقر، لان اكتر شخص بيكون مجروح من الصقر هي الام والزوجه والاخت. فالمبادره بتاعتي كمان ما اقتصرتش على الرجال فقط، لا ده احنا عاملين درع التسامح ترخيص 155 لعام 2013 برعاية طبعا الحكومة المصرية بتتكرم بيه أم ولي الدم، تكريم ليها لأنها ساعدتنا بالفعل على غلق باب دم. مش كل أمهات أولياء الدم على حسب القصة اللي قدامنا، على حسب أنا كحد من رجال الصلح أو من رجال المصالحات بفهم القصة اللي قدامي، بسأل رجال الصلح هل في القضية دي أو في الصلح ده ينفع تتكرم الأم ولا لا، هل الأم ساعدت على الصلح وعلى الخير وعلى غلق باب دم ولا لا، هل في تساوي في الدم ولا لا. فعلى حسب كل قصة بتختلف، لكن المبادرة هي تكريم ولي الدم وتكريم لجنة المصالحات القائمة على الصلح في كل مصالحة، طبعا بيختلفوا من لجنة من صلح لصلح أكيد.
بكرم بيه أم ولي الدم كجبر للخواطر. خواطر. أنا بحييكي. للأسف على فكرة أنا الوقت كمان يعني يجري. بشكر اللواء حمدي بيه عبد العزيز، بشكر العميد هشام بك الحويحي، يعني أنا كل يعني فقرة أو كل استضافة بشكر رجال وزارة الداخلية، وبخص يعني الناس اللي هي دعمتني دعم كبير. يمكن في قصة من القصص كان نفسي ان انا احكيها لحضرتك وللسادة المشاهدين. كان في ست ضحية من ضحايا الطار داخل مركز الشرطة، يعني متحفظين عليها، فقعدوني معاها يعني لفترة كده، فضلت اتكلم معاها عشان ان انا اساعدها واغلق باب دم، لانها كانت ضحايا من ضحايا الطار. فرجال وزارة الداخلية بيتعاملوا بالقانون وبروح القانون، فانا من قناتكم المحترمة بشكر كل رجال وزارة الداخلية. احنا بنشكرك وبنحييكي كل الشكر والتقدير طبعا لكل مؤسسات الدولة اللي بتساعد مبادرة زي مبادرتك ان هي توقف سلسلة من الدم والطار، وان احنا بنحاول نعمل مجهودات كبيرة جدا عشان نقضي على عادة الطار اللي ما بيجيش من وراها غير وجع القلب وخسارة شباب زي الفل في مقتبل عمره. نورتيني يا صفاء، وانا بحييكي جدا على المبادرة بتاعتك حضرتك. واكيد هيبقى لينا لقاء تاني ان شاء الله معاكي. اكيد ده شرف كبير ليكي. شكرا لحضرتك. احنا كده فقرتنا الاولى او الساعة الاولى من انبوكس خلصت، لسه فقرات انبوكس كاملة معاكم بعد الفاصل. عيش صح، خليكم معانا.